أنا لست مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وهذه القضية المفتعلة من قبل المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لا معنى لها على الإطلاق سوى أن تذل لبنان وتذل اللبنانيين. في نهاية المطاف هذا أمر يقرره الوزير نفسه مع تصاعد هذه الحملة العنيفة ضد لبنان وضد الوزير نفسه. بكل حال سننتظر الآن ونرى ما هو قرار الوزير قرداحي، لكن أنا شخصيا كإعلامي وكمواطن لبناني لست مع استقالة الوزير جورج قرداحي حتى لو كان مهما كلف هذا الأمر لبنان.